بكوريا الجنوبية هدوء بالأداء من جانب الكوريين في شوط المباراة الأول. في شوط المباراة الثاني لا، كان هناك تقدم وأتاك وجدية كبيرة انعكست على أداء لاعبين بعد سلسلة التغييرات. أيضا هو الآخر، منتخبنا الوطني دخل بجدية أعلى في شوط المباراة الثاني، الكل دخل أجواء المباراة، والآن الكل دخل أجواء البطولة. خلاص انتهت مرحلة التحضير ودخلنا أجواء المنافسات. الكرة تنتقل وتحول من جديد لصالح الكوريين. مر هذا الكوري ومرر، وحكم المباراة يقول لا شيء، وعاد إلى احتساب الخطأ. شوف استغلال الثواني، لا يتأخر ولو ثواني، يريد لعب الكرة بالسرعة الممكنة، يريد استغلال كل الفرص المتاحة للوصول من جديد إلى الشباك. هو يختبر قدراته، يختبر إمكانيات منتخب كوريا الجنوبية، لأن المنافسة في بطولة آسيا مختلفة، يعلم ذلك الكوريين تماما. لطالما دخلوا مرشحين، ولكنهم خرجوا من الباب الضيق. أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي والخروج خال الوفاض، وبالتالي منتخب كوريا الذي فاز في أول نسختين يسعى إلى استعادة مجد كروي. وهنا أحد لاعبيه يتعرض إلى إصابة، والقلق يحدو. هذا اللاعب هوانغ هي تشان، هذا هداف الولفز، بالتأكيد الولفر هامتون. إذن هذا لاعب مهم جدا 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 لفريقه في البريمير ليج وليورغن كليزمان مع المنتخب بلا أدنى شك. 10 أهداف هناك في المسابقة الكبيرة جدا الأولى على مستوى العالم، تتحدث عن لاعب يلعب وهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، والكثير من عشاق الفانتازي يضعونه أساسيا، وأخذ فترة طويلة حتى أن البعض يجاسف ويضعه الكابتن. نتحدث عن لاعب الولفرهامبتون ماهيكا عنسون وعشاقه الكثر في الفانتازي وفي كل مكان. وإذا حتى العراقيين يحبون هذا الثنائي ويعشقون هذا الكوري. الكرة تعود مرة ثانية وتتحول من جديد لصالح منتخب كوريا الجنوبية. إذا انطلاقة وتمريرة أمامية خطيرة، استحوذ واستلم، ولكن التغطية الدفاعية كانت ناجحة. يفكر بالمرور والمراوغة والتقدم إلى الأمام، هو قادر، ولكن هذه قراءة هذه الكرة سهل جدا. الفينش الأخير، الأسيست لم يكن صحيحا، وبالتالي الكرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. اجتهاد وتقدم إلى الأمام، يبحث عن مكان. يأتي هذا القرار من جانب أحمد، هو يبحث عن مكان، يريد أن يثبت بأنه قادر على تقديم الخدمة في البطولة المقبلة. كل الأسماء نعقد عليها بالتأكيد العزم، وثقتنا كبيرة بهم جميعا بجميع الأسود. هذا دانيلو يلعب الكرة إلى أمير، سلم واستلم، لعب إلى بشار، انتقل إلى الأمام، وهذا هو المطلوب، انتقل إلى الأمام، ولكن لم تعد الكرة من جديد، والكرة تحولت للكوريين. دانيلو يستلم، ولكن تمرير خاطئ من دانيلو، له استقبال ولا هو تمرير صحيح، حول الكرة وتحولت لهذا النجم الكبير للقائد، ولكن حلوة من زيد تحسين، وقف الآن يلعب كرة خطيرة، هذه خطيرة، ولكن ممتاز الكثافة والتقارب ما بين لاعبي منتخبنا الوطني، أدى إلى افتكاك الكرة، لكن شراسة الكوريين كبيرة جدا. نفس الشكل، نفس السيناريو، وكرة مطالبة، الكرة كانت قد خرجت من سون، هكذا هي المطالبة، وبالتالي ضاعت فرصة كورية، لأن تألق عراقي كبير كان حاضر بالذود عن المرمى، بالدفاع عن الشباك، وبالتالي حرمان سون من تسجيل أي هدف آخر. وكرة إلى خارج أرضية الميدان،
ضغط كبير وكبير جدا. شراسة كبيرة كورية من جو سونجو لاعب ميتيلاند، من هوانغ هي تشان لاعب ولفرهامبتون، من سون لاعب توتنهام، وبالتأكيد من لي كانغين لاعب باريس سان جيرمان. هذا لاعب باريس سان جيرمان هو من سينفذ، وهو في المباريات الأخيرة أخذ دورا كبيرا مع الفريق الباريسي، لذلك يأتي بمعنويات مرتفعة. الدقيقة 76، الكرات الثابتة والتعامل معها يأتي من جانب سعد وأصدقاء. وصل برأسية، وصل، ولكنها مرت. الوقوف أمام أصدقاء سون في شوط المباراة الثاني مهم جدا ومكسب كبير، على أن منتخبنا قادر على خوض الامتحان الصعب أمام اليابانيين. أن تخوض امتحانا تجريبيا أمام منتخب كوريا الجنوبية وأمام أسئلة صعبة، ودائما السؤال الصعب والمهم تضعه بين هلالين أو تحته خطين، فسون من الأسماء التي تضعها بين هلالين وتضع تحته خطين، تراقبه بلاعبين، وكذلك نتحدث عن هوانغ وكذلك نجم فريق باريس سان جيرمان. كل هذه أسئلة مهمة وأسئلة صعبة، صعب حلها أن تحل وأن تحد من خطورتها بلا أدنى شك. هذا يعني أن سون ممكن أن يأتيك على شكل تعريف أو تعليل أو حتى فراغات. إذن سون هو الامتحان الصعب والسؤال الصعب، حل هذا السؤال سيجعل منتخبنا الوطني يخوض الامتحان هناك مع منتخب اليابان وهو قادر على إيقاف الساموراي، لأنه اعتاد في المباراة التحضيرية في الامتحان التمهيدي للامتحان الصعب أنه خاض أسئلة صعبة يقودها سون وكذلك هوانغ. الكرة تعود مرة ثانية أمامية 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 أمامية، ولكنها أقرب لحارس المرمى، أقرب للحارس. عادت الكرة من جديد، تحولت مرة ثانية، انتقلت لمنتخب كوريا الجنوبية. خاض دقائق من السرعة بالأداء والجدية الكبيرة، الآن أخذ يتجه إلى الهدوء، وبالهدوء الكوري، الهدوء الذي يسبق الانطلاقات المباغتة عند الكوريين. هذه الكرة اللعب وتعود إلى زيد تحسين. زيد، وهذا الاختبار المهم جدا للاعب ومدافع شاب. جلال اعتاد على خوض مثل هكذا لقاءات. الكرة تتحول وتنتقل من جديد، إذن بملعب جامعة نيويورك يأتي التحضير ليسود الرافدين أمام كوريا الجنوبية. تلعب الكرة، اضطر إلى لعب الكرة الطولية، لا وجود لإمكانية التخلص من الضغط الكوري الجنوبي العالي والكبير. حلوة 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 يا زيد تحسين، ممتاز زيد تحسين. نريد لاعب بديل في قلب الدفاع، نبحث عن لاعب يجيد لكي يكون رفقة تريبين وكذلك سعد وعلي عدنان بتوظيفه الجديد، حاضر للاختبارات القادمة. تعود الكرة من جديد، راجعة من زيدان إقبال، لكننا نجحنا على مستوى الدفاع ولكن ننتظر النجاح الهجومي. الآن بشار 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 بشار، وين المساندة من دانيلو؟ وبشار حاول واجتهد، ولكن الأمور صعبة جدا. اجتهد كثيرا، وصل واستمر بالدريبل إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك ثلاثة كوريين وبالتالي الأمور صعبة. سدد وحاول، وكان الاصطياد سهل من جانب حارس مرمى كوريا الجنوبية. إصابة لأيمن، نتمنى له كل السلامة. أيمن يتعرض إلى إصابة، أيمن حسين يتعرض إلى إصابة، نتمنى أن تكون الإصابة طفيفة وبالتالي لا تشكل خطر على مشوار أيمن القادم في النهائيات كأس الأمم الآسيوية. أيمن حسين يتلقى الإسعافات، ومن الملاك الطبي لمنتخبنا الوطني. أيمن يعاني ولكنه ينهض لربما تكملة المشوار، هو قادر، والإصابة نتمناها طفيفة. وكرة تعود مرة ثانية
الدقيقة 80 من عمر المباراة، الدقيقة 80، والكرة لصالح منتخب كوريا الجنوبية عن طريق كيم سيون جون حارس مرمى الشباب. مرمى الشباب السعودي 193 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخب كوريا الجنوبية. إذن بوجود سون وكيم مين جاي وهوانغ واللاعب لي كانغين، هذه الأسماء الكبيرة والمعروفة، الكرة تتحول مرة ثانية لصالح الكوريين. أمامية وزي تحسين، والكرة سهلة عند جلال، سهلة عند جلال. اللعب الكرة الآن وصلت إلى أحمد، أحمد يلعب لدانيلو، مرت من دانيلو وعادت من جديد لكوريا الجنوبية. أمير وأيمن، أيمن أيمن في الكرة الماضية، والكرة تتحول إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية جانبية جديدة لصالح منتخب كوريا الجنوبية، إلى اللاعب البديل اللاعب كيم تاي، لاعب ولسان هيونداي موتورز اللي اشترك في شوط المباراة الثاني هو الآخر زيد تحسين بحوار شخصي ثنائي مع تشو جو سونغ لاعب ميتلاند. وهنا جلال، أوه يا جلال مرت بسلام وضع هذا التعثر دون أن نتأثر. الكرة تتحول من جديد لصالح منتخب كوريا الجنوبية، التأخر باتخاذ القرار يسبب المشاكل، والآن كوريا الجنوبية من جديد باختراق آخر، مرة بالمهارة الفردية لكن الاستماتة والقتالية هي التي مكنتنا. شوف مر من بين ومر من بين بالتأكيد اللاعب سعد وكذلك زيدان إقبال، حاول ولكن زيد تحسين ممتاز جدا زيد تحسين. وماذا هناك من قرار؟ إذن منتخب كوريا الجنوبية خاض المباراة بجدية كبيرة، وكورنر لصالح الكوريين، كورنر لكوريا الجنوبية في الدقيقة 83 من عمر المباراة. ننتظر الآن هذه كرة جديدة ونجاح عراقي آخر في الدفاع في الكرات الهوائية، الكرة كورية جنوبية، من يصطاد. تمكن الكوري من الوصول ولم يكن هناك إبعاد من عناصر منتخبنا، وبالتالي مرت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. نريد أن يستمر النجاح في الدفاع عن الشباك، نريد أن نطمئن على الحالة الدفاعية، وإن كنا بالتأكيد نشعر بقلق من الحالة الهجومية خاصة في شوط المباراة الثاني، لم نتمكن من أن نقوم ببناء هجمة منظمة ننتقل بها بخطوطنا الثلاث إلى الأمام، لم نتمكن من فعل ذلك على الإطلاق. كانت هناك كرات طولية يصطادها بشار ويحاول من خلال مجهودات فردية، لم يكتب لها النجاح، وبالتالي مرت الدقائق هكذا، ولكننا نجحنا في إيقاف المد الهجوم الكبير للكوريين، ولكن أيضا نحتاج المبادرات الهجومية، التفكير إلى الأمام، كيف يكون وما هي الطريقة، الشكل والطريقة المطلوبة للوصول إلى شباك المنافسين. غابت في هذه المباراة، لعبنا مباراة من طراز عال واختبارات كبيرة مع منتخبات كبيرة، نجحنا في المهام الدفاعية في أكثر من مناسبة، ليس مع كاساس فقط حتى مع السابقين، ولكننا لازلنا نبحث عن النجاح الهجومي في مواجهة الفرق الكبيرة، ونحن نلعب الند للند مع كوريا الجنوبية واليابان المنافس بالتأكيد، هذا المنافس واليابانيين والإيرانيين والسعوديين باستمرار نلعب معهم بمختلف الفئات، وبالتالي يجب أن نرتقي لنكون بمصاف هذه المنتخبات. الكرة صحيح أننا في طور البناء والتحضير والتجديد لمنتخب بمجموعة من اللاعبين الشباب، وهنا الروح الرياضية يجب أن تكون حاضرة، ولكن الخوف من الإصابة هو الذي يدفع اللاعب إلى التهور في كثير من الأحيان، لأنه يخشى أن يصاب وهو مقبل،
مقبل بلا أدنى شك على الحدث الكبير. هنا خرجت الأمور عن السيطرة ما بين أحمد ولاعب باريس سان جيرمان لي كانغين في الكرة الماضية، عادت الأمور إلى نصابها وانتهت هذه المشاحنات في الدقيقة 85. تحذير من حكام المباراة، بطاقة صفراء لأحمد. أحمد دخل بحماس كبير في المباراة، وكان بالتأكيد حضوره واضح في شوط المباراة الثاني. والكرة الآن عراقية من جديد، عراقية مرة أخرى. بهؤلاء الشبان سندخل نهائيات كأس آسيا، بهؤلاء القادمين من مختلف الدوريات الآسيوية والأوروبية، وبالتالي نحن نعقد الأمل على كأس ورجالة في المشوار القادم في نهائيات كأس آسيا، والمردود الجيد الذي وعدنا به كأس ووعد تقديم 100%، وهذا هو المطلوب، وكذلك ببناء المنافسة والوصول إلى مونديال 2026. الكرة تعود مرة ثانية لنجم فريق توتنهام لقائد منتخب كوريا الجنوبية. الآن الكرة تعود من جديد للكوريين، يستحوذون يسيطرون ويسيرون المباراة بالشكل الذي يريد منتخب يورغن غليزمان، هذا الألماني الكبير، هذا الذي بالتأكيد كان له صولات وجولات في ملاعب كرة القدم الأوروبية على مستوى المنتخب وعلى مستوى أندية شتوتغارت وإنتر ميلان وموناكو وتوتنهام، وكذلك بالتأكيد لعب لسامبادوريا منتخب كوريا الجنوبية، وبعد تهور لاعب فريق باريس سان جيرمان الذي غادر أرضية الميدان مطرودا، وبالتالي منتخب كوريا الجنوبية. إذن هذه لقطة البطاقة الحمراء التي أشهرها حكم المباراة وطرد لاعب منتخب كوريا الجنوبية البديل، ربما لكلام من هنا وهناك جاء اللاعب وبالتالي طرد هذا الكوري الجنوبي كيم تاي لاعب أولسان هيونداي موتورز. الكرة اللعب وتعود مرة ثانية لصالح سون، يتعرض إلى إعاقة. لديك بطاقة صفراء، لديك بطاقة صفراء، وحكم المباراة يركز على أحمد يحيى. هناك اندفاع كبير من هذا اللاعب، مبالغة بالاندفاع إلى الأمام. الحماس مطلوب من اللاعبين، ولكن بلا تهور، وهنا هو بتدخل قوي، وبالتأكيد كل كوريا الجنوبية ستكون قلقة جدا على هذا النجم الكبير، لأنه هو القائد الذي جلب الميدالية الأولمبية، وبالتأكيد يسعى إلى جلب الكأس الآسيوية. الله، لو أخذ القرار بالتقدم إلى الأمام بالاستلام والانتقال إلى اتجاه المرمى، ولكنه لم يفعل ذلك. وزيد تحسين بخطأ تكتيكي، زيد تحسين إيقاف اللاعب المنطلق إلى الأمام، كان قرار قد اتخذه زيد تحسين بغية منع حصول لاعب كوريا الجنوبية على فرصة الانفراد. زيد تحسين يقدم مستوى ممتاز منذ أن اشترك ومنذ أن دخل سريعا، هذا هو المطلوب، أن تدخل مباشرة بأجواء المباراة. هو مباشرة مع المنتخب الوطني، رغم بالتأكيد هذه الاستدعاء المتأخر، ولكن زيد تحسين كان حاضرا، كان موجودا وفي الدقائق التي لعبها، ودخل سريعا بمنظومة كاساس. هذا زيد يلعب الكرة لسعد، وزيد أثبت نفسه بصراحة، أثبت نفسه خلال هذه الدقائق التي لعبها. تعود الكرة مرة ثانية، وصلت لأحمد ليحيى، يلعب الكرة باتجاه إبراهيم بايش مقطوع الكرة، صفرة وخطأ لصالح كوريا. إذن الدقيقة 90 من عمر المباراة، الدقيقة 90 الآن، آخر دقيقة، ولا يزال الهدف الوحيد الذي سجله اللاعب لي جاي سونغ لاعب ماينز الألماني في شوط المباراة الأول هو الوحيد في المباراة، ومستمر حتى الآن. نشوف ونتابع باقي لحظات هذه المباراة التجريبية لبروفة الأخيرة لأسود الرافدين قبل التحول إلى الدوحة، قبل الاستعداد لمباراة إندونيسيا، قبل التحضير للظهور الأول أمام منتخب إندونيسيا الذي خاض مباراتين، خسرهما أمام منتخب ليبيا
هناك في معسكره في تركيا. تعود الكرة مرة ثانية، كرة عراقية، التعادل، التعادل الآن، هي التعادل يأتي. دانيلو، دانيلو، دانيلو رسم هدف التعادل الآن موجود، من ينفذ تجاه المرمى، ولكن تغطية دفاعية من الوحش الكوري الجنوبي كيم مين جاي حاضرة في اللقطة الماضية، الدقيقة الأولى من الدقائق المضافة كوقت بدل ضائع. الكرة العراقية الآن يتحول إلى الأمام، يبحث، هذا ما نريده، هذا ما نريده، الانتقال إلى الأمام، استغلال حالة النقص العددي عند الكوريين خلال هذه الدقائق من عمر المباراة، اللحظات الأخيرة من عمر هذه المواجهة. لمسة جميلة، الله، اللمسة ولكن لم تكتمل الكرة وتحولت. وزيد من جديد، وزيد تحسين مرة أخرى، لعب مان تو مان أمام لاعب منتخب كوريا الجنوبية الذي ظهر في شوط المباراة الثاني وكان خطيرا للغاية، لاعب فريق ميتيلاند. هذا كيم مين جاي وجو سانغ لاعب ميتيلاند، وكرة لكيم مين جاي في الدقيقة الثانية إذن والتسعين من عمر المباراة، ونجاح عراقي آخر لزيد وأحمد يحيى، وزيد تحسين من جديد لسعد ناطق الذي خاض مباراة ممتازة كاملة كاملة خاضها سعد، وبالتالي جاهزية واضحة سعد ناطق، ونريد بالتأكيد أن يكون حاضرا بهذا الشكل في النهائيات الآسيوية. تلعب الكرة لأحمد، يلعب الكرة الأمامية لتصل عند كيم مين جاي، كرة كورية جنوبية إلى سون، ولكن كرة مقطوعة تحولت مرة ثانية وانتقلت من جديد، هذه خطيرة لأيمن، أيمن يستلم الكرة بعد أن نسينا وجوده في المباراة، والكرة إلى خارج أرضية الميدان. إذن يظهر أيمن في اللقطة الماضية والكرة إلى خارج أرضية الميدان، نشوف، وهنا بشار رسن هو الذي سدد في الكرة الماضية والكرة تحولت، هذه تسديدة بشار، هذه هي محاولات العراقية، محاولات من بشار رسن بمجهود فردي، هكذا كانت الأمور في شوط المباراة الثاني، تتحول الأمور لكوريا الجنوبية آخر اللحظات، صافرة النهاية ستأتي الآن ربما من حكم المباراة، كرة اللعب وتتحول من جديد في منتصف الميدان في آخر ثلاث دقائق، شاهدنا تحرك وتقدم إلى الأمام بسبب النقص العددي وتراجع الكوريين، حاول أسود الرافدين الاستغلال، استغلال الكرات الآن، كرة أمامية اللعب، أيمن يحاول التحضير لدانيلو، دانيلو يلعب الكرة لإبراهيم بايش، كرات غير مستقرة والكرة تتحول لصالح منتخب كوريا الجنوبية وصافرة نهاية المباراة.